ديلي لاعب أجاكسيو الفرنسي في لقاء مع بين سبورتس إن الأجواء في فرنسا جميلة، مضيفا أن زملائه ساعدوه على التأقلم سريعا. كما تحدث الدولي الجزائري بخيبة كبيرة عن عدم التأهل إلى كأس العالم فيفا قطر 2022، واستعاد ذكريات هدفه في كأس العرب قطر 2021 أمام المغرب، واصفا إياه بالهدف الأروع في مسيرته. الأجواء مليحة، مام كيما كتشوف كاين كلشي، الشمس بحر كلشي، مام تاني مع لي جون هنايا ملاح وين نعاونوني باش نتأقلم بالخف وباش نعاونهم باش نمد لو بليس ليكيب. كيما نقول لك كأس العالم من كان مر، خاصة من تشوف ليكيب تاعنا اللي عندنا دي جوار ايتو، عندنا كرو مليح، مير كوتش جمال بالماضي، تسمى عندنا شعب كبير وين ما كناش قارعوا في هذاك الإقصاء، وين تألمنا كثير ومازال الخير قدام. إن شاء الله احنا نخدموا باش نعاود نرجعوا الثقة تاع الشعب تاعنا، إن شاء الله لما لا ندو كوب دافريك اللي راهي جاية إن شاء الله. الفكرة أني وين هذاك الهدف وين يقعد في التاريخ، فكرة أني شفت الحارس كان خارج، والحارس مبول حي تاعنا كان بيدير ديجاجمون،